لانه الموضوع دائما لازم يكون جدي. انا بحب الموضوع كثير جدي. في تياب الشباب ازرق حتى الدفتر الشباب بيطلع لون بويسي بويسي يا بينما البنات لكم هدايا يلا كريستيل فينا بدي اخبركم شغله هلا اوكي عندنا تحدي بين البنات والشباب بس تقلكم شغله هلا رح هن سيريز اسئله عده اسئله رح تتشاوروا بين بعضكم لحتى تشوفوا لحتى تجاوبوا الجواب الصح بس السؤال هو الفريق يلي بيخسر او الفريق يلي بيربح شو بيربح لا مش بيتزا الفريق يلي بيربح بيربح انه يقعد يتستت على الفوتاي يرتاح بينما الفريق الخسران مش ضروري البنات يعني فريق الخسران معقول هيك ومعقول هيك بقوم معي على المطبخ بيعمل هوت شوكليت للفريق الربحان مين ببلش شباب او بنات شباب اوكي اول سؤال يا ريت نقول شغله تفضل تتشاوروا بين بعضكم ترجع بتقولوا لي الجواب ما حدا كيف كلمه لا 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 خليني بلشوا لا لا نحن خليني بلشوا كريستيان فينا نحن يس اذا الجواب صح بيطلع لكم نقطه الفريق اللي اكثر شيء مجمع نقط هو اللي بيربح هو اللي بيربح تحدي ستار اكاديمي 2015 يا فرقه موسيقيه مش ظابطه لا فاكره الناس اللي في فيهم كانوا عملوا جو لا كنت كنا لازم هلا ننزل الاضاءه يلا نبلش مع الشباب فواكه بتساعد على الستريس وترجلوج النيرفس سيستم او الجهاز العصبي العربي رح اعطيكم فكره زخطوره هيدي الفواكه لونها مايل على الاحمر وحبتها صغيره فاكروا حب الملوك حب الملوك حب الملوك حب الملوك رمان 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 الجواب غلط حب الملوك كرز 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 يلا بنات فواكه غنية بالبوتاسيوم والحديد الله عليك وعندها وبر فاكروا كتير منيح عندها وبر برا برافو جدا ركزوا هيدا السؤال كتير هين كتير هين كتير هين مروان لا احمر وصغير فواكه من برا قاسيه جدا وبتساعد على محاربه جميع الامراض يلي بتسبب مشاكل بالمفاصل قاسيه جدا من برا ما بتتاكل قشرتها اناناس يعني ما تجاوبي ما تجاوبي شفتي بقى احلى حدا صدنا قبل خلص قلنا بروكولي صح ما انا كمان لو صح لا انا الشاي عشان يكويته بس انا كمان لو صح